تواصل رحلة ميشائيل فيجي في مدينة فولسبورغ، وبسبب عدم التكافؤ بين الدراجة وسيارات فولكس فاجن عانى من آلام في الظهر، فاضطر للذهاب إلى الطبيب ليعالجه بالإبر الصينية. إجراءات نتمنى أن تفلح في استكماله الرحلة دون آلام. وبوجوده في فولفسبورغ يكون مراسلنا قد قطع نحو 690 كيلومتراً في 28 يوماً، وهكذا يتبقى له منذ انطلاقه من جزيرة زولت نحو 1800 كيلومتر للوصول إلى أقصى جنوب ألمانيا، غير أنه لم يقطع مسافة كبيرة اليوم، فبعد عدة كيلومترات التقى بعض الحرفيين في طريقهم إلى جولة الفالس التعليمية حيث يعملون في موقع البناء هذا. ما الذي تعنيه كلمة فالس والتجول؟ ما نفهمه من جولة الفالس أنها رحلة عبر 3 أعوام ويوم واحد لتعلم حرفة يدوية، وخلال هذه المدة نتعلم تقنيات العمل الجديدة ونتعرف على ولايات أخرى وثقافات مختلفة. مراسلنا متحمس ويتوقع وقتا مثيرا. أليس من الصعب أن تستمر الجولات لفترات طويلة؟ لا إطلاقاً، إننا نتحرك لكي لا نشعر بالملل، وفي الشتاء نتعرف على الناس خلال السفر وفي القطارات، وأحياناً يدعوننا للمبيت عندهم. أما في الصيف فننام داخل حقائب النوم وسط الطبيعة وتحت النجوم. بالطبع جميل. وبعد جولة عمل الفالتس يسترخي الحرفيون أحياناً في مقهى خاص بهم، ويظهرون بردائهم المميز المكون من سروال وصديري بثمانية أزرار ترمز لساعات العمل اليومية. ومن خلال لون الملابس نتعرف على نوع الحرفة اليدوية للعامل، فالنجار يرتدي اللون الأسود وعامل البناء الرمادي الفاتح. ومن الأشياء المميزة أيضاً القرط الذي يتم نقشه ودقه بالمطرقة والمسمار. لماذا تضع قرطاً في أذنك؟ هذا تقليد قديم كان معروفاً لسداد تكاليف الدفن في حال وفاة العامل خلال تعلمه الحرفة. منذ القرن 12 يتجول الحرفيون عبر البلاد لتعلم وسائل العمل الجديدة وجمع الخبرات في الحياة، وبعدها يؤدون امتحان التخصص. اليوم لا يتجاوز عدد هؤلاء في ألمانيا أكثر من 500 شخص، وتبلغ نسبة النساء بينهم 10%. ومن يمر بتجربة التجول التعليمي يحتفظ بلقبه المتجول، وهو تقليد تعرفه النمسا وسويسرا والدنمارك أيضاً. بعد هذه المعلومات الكثيرة يشعر مراسلنا بالرغبة في تقليد حياة التجول التعليمي للعمال وأداء العمل مقابل السكن والطعام. أنا في جولة فالس وأبحث عن العمل مقابل السكن والطعام. لا عمل لدينا إطلاقاً؟ لا شيء؟ لا. حسناً، إلى اللقاء. أريد أن أقدم خدماتي مقابل الطعام والسكن، هل لديك عمل لي؟ الموز وخمسة يوروهات. دون أن أفعل شيئاً؟ لا، إنها بدون مقابل. شكراً جزيلاً. مدهش. لدي الكثير من العمل في منزلي، يمكنك العمل لدي في الحديقة. هل أحصل على الطعام؟ معكرونة. نعم، حزمة معكرونة. ثلثا الألمان يقدمون الطعام وأحياناً السكن والمال مقابل العمل. كانت نظرة شيقة على حياة الحرفيين وجولتهم التعليمية. هذا التقليد لم يعد سهلاً في ألمانيا، ولكنه ما زال قائماً رغم مرور الزمان. سيواصل مراسلنا ميشائيل فيجي التوجه نحو جنوب ألمانيا تحت ضغط الوقت لتحقيق التحدي بدراجة سكوتر خلال 80 يوماً.